مقادير وكالتالي: رقاق، وانا هستخدم في الوصفه دي رقاق ناشف مش رقاق طري، نص كيلو لحمه مفرومه، بصله متوسطه مفرومه، رشه جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، معلقه سمنه ومرقه لحم بس. مش هنكتر مقادير عن كده، وبده هنطلع طعم حلو جدا ومن غير ما نزود مقادير كتير. زي ما بنعمل كده كل مره او معظم المرات اللي بنيجي نعمل فيها العصاج. انا خدت من قدامك اللحمه المفرومه، معلش انا اسف. هبتدي باللحمه نفسها مباشره في الطاسه اللي سخنت من غير زيت، يعني قبل ما احط الزيت وقبل ما احط البصل وقبل ما احط اي شيء. ليه بعمل كده؟ علشان اطلع الطعم بتاعها القوي. يبقى هو كمان بعد ما نخلص كده او بعد ما اللحمه تتشوح، يبقى اللحم يبقى الطعم بتاعها طعم العصاج يبقى قوي جدا. هاخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. انا دلوقتي شامم ريحه لحم كانه على الجريل كده، كانه واحد بيعمل برجر كده. وبصوا لما نيجي نشيل كده جزء من تحت ونقلبه، بص بص يا استاذ صلاح، هل ده باين لك ولا مش باين لك؟ ممكن ارفعه فوق شويه، باين الحتت اللي لونها بني دي، هو ده اللي انا عايز اوصل له اللحم. عشان كده انا حطيت اللحم على طول قبل ما احط البصل. رشه تاني من الملح، ودلوقتي اقدر اضيف البصل. على ما اضيف بقى، على ما البصل كده ياخد ويدي كده مع اللحمه المفرومه على النار، هعمل ايه بقى؟ هروح اجيب الطاسه اللي انا هعمل فيها الرقاق ونشوف هنعمل ايه. السمنه هتبقى جنبي هنا عشان هستخدمها في عمل الرقاق. هجيب بقى مرقه، تعالوا نجيبها ونحطها في طاسه واسعه او حاجه. يلا، انا عملت ايه؟ انا دلوقتي بدات ابل الرقاق، بس عندي هنا ملاحظه: لو انا بليت الرقاق انا سخنت السمنه، لو حطيت الرقاق هنا وفضلت مولع النار بدرجه حراره عاليه، الرقاق هياخد لون قبل ما يمتزج مع بعضه. يعني ايه؟ الرقاق وهو في الطاسه طبقاته لازم تمسك في بعض شويه عشان ما يبقاش عباره عن ورقات رقاق فوق بعض، ما يبقاش شبه الباين كيك كده او شبه الكريب. لا، الرقاق لازم يكون طبقاته ماسكه في بعضها. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي حالا دلوقتي. يلا بينا، هناخد كده ورقه الرقاق دي وناخدها نحطها هنا في الطاسه. حلو يا مدام امل، ازاي حضرتك؟ الو. ايوه. الو، ازي حضرتك يا شيف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اسمك ايه؟ الحمد لله، تصحى حضرتك طيب؟ وانتي بالف صحه وسلامه، تحت امرك. انا كنت هسلم على حضرتك عادي، وعلي ابني بيحبك قوي. والله ده انت منورانا انت وعلي. ربنا يخليك. ربنا يخليكي. ربنا يخليك. كل سنه حضرتك طيب. وانت بالف صحه وسلامه. طب قولي لي انت ايه من الوصفات بتحبيها او علي بيحبها نعملها لك في المستقبل او بعد العيد على طول؟ والله بحب كل حاجه منك يعني بصراحه. تسلمي والله، يسلمي ذوقك. ربنا يخليكي يا رب. نورتينا وشرفتينا، دايما كده منورانا ومشرفانا. بعمل ايه بقى؟ باخد كده ايه؟ شويه مرقه قليلين كده احطهم هنا فوق الرقاق، فوق رقات الرقاق. ليه؟ علشان اطريه، لازم يكون طري عشان يمسك في بعض كويس. يلا بينا. يلا يا استاذ صلاح، هنعمل ايه؟ هنستمر في بل الرقاق. في ناس بتبل الرقاق في لبن، عارفين حد عمل كده قبل كده؟ احنا عملنا هنا برضو في لقمه يا سلام يا سلام، احنا عايزين ندوق بقى اكل ماما بقى. تسلمي. نستمر في بل الرقاق. بعد الطبقة دي مباشرة هبتدي بقى أحط اللحمة المفرومة، وبعدين أحط طبقة تانية زي الطبقة اللي أنا حطيتها دي. موضوع لطيف جدا وبسيط جدا. يلا، هجيب كده الاسباتيولا، وما يضرش ابدا ان انا اضغط كده عادي جدا، مش هيعمل حاجه. كده كده الرقاق مبلول مش هيتكسر وهيديني نتيجه لطيفه جدا. هجيب بقى هنا كده اللحمه المفرومه اللي انا عصجتها وانزل بيها. وبعد ما بنزل بفرد عشان اشوف السماكه عامله ايه. ننزل تاني هنا ونفرد. حاولوا تخلوا، عارفين البيتزا؟ مش البيتزا بيبقى فيها اطار كده، الاطار ده ما فيهوش حشوة علشان نعرف نمسك منه.
وما بيتحطش عليه صوص ولا بيتحط عليه جبنه، ممكن يتحط جواه جبنه بس ما بيتحطش عليه هو جبنه بشكل مباشر. ده اللي انا هنا عايز اعمله، انا عايز اخلي فيه اطار، الاطار ده عايزه رفيع جدا، ما يضرش ان هو يكون رفيع، بس لازم يكون فيه اطار كده خفيف ما فيهوش لحمه مفرومه. ليه؟ علشان يساعد الرقاق في ان هو يمسك في بعض كويس. الناس اللي بتشتكي ان الرقاق ساعات بيفتح منها، دي برضو احد الاسباب. بالنسبه لي كده كميه كافيه جدا، مش عايز ازود عن الحد اللازم. تعالي نحط بقى ايه، ورقتين الرقاق الاخرانيين. بصوا بقى بعمل ايه. بص يا صلاح، انا جيت هنا بصيت لقيت ان انا عندي ثلاث ورقات. الثلاث ورقات دول في منهم اتنين شكلهم سليم وفي واحده مكسره، فبخلي المكسره دي لجوه لان هي كده كده مش هتبان، واحاول اخلي اللي شكلها سليم في الاول. اللي شكلها سليم تبقى ايه؟ هي اللي على الوش نقصد. يا استاذ امير، ازيك يا استاذ شريف؟ ازي حضرتك، ايه الاخبار؟ ليه ما منورنا. بصب عليك بس. الله يخليك، منورنا دايما كده يا رب. لا لا، طريقه الحواوشي. الحواوشي؟ ايوه. من عينيا، ده وقتها. كل سنه وانت طيب يا استاذ امير، نورتنا وشرفتنا يا فندم. الاستاذه لميس، ممكن تشوف لنا وصفه الحواوشي؟ يلا بينا. يلا، انا دلوقتي فاضل لي طبقة واحدة، عايزكم تبصوا معايا هنا، أنا فاضل لي طبقة واحدة بس من الرقاق في الصينية اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي. يلا ناخد كده هنا الرقاق. طريقة بقى حط السمنة على الرقاق، خلينا نشوفها برضو مع بعض عشان دي طريقة مهمة جدا هنعرف بيها ازاي السمنه هتحمر الرقاق من الجنبين، هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز هنا اضغط ضغطه كده خفيفه، ممكن استخدم سباتولا. حلو جدا. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ لازم نضغط كويس. يلا هاجي هنا واروح جايب السمنه، هاخد سمنه من فوق احطها كده وافردها. وفي نفس الوقت عايز سمنه من الجوانب عشان تنزل تحت وتحمر الايه؟ القاعده. انا عارف ان احنا كده كده حطينا سمنه تحت، بس السمنه اللي في الجوانب دي برضو مهمه جدا. انا حطيت سمنه تحت مش كتير، فلازم احط كده حته سمنه في الجوانب، الموضوع ده مهم جدا. بس وعلى النار في خلال الحلقة هنسوي الرقاق ده وهنقلبه ونشوف هيستوي ازاي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ما خدتش مننا وقت من اولها لاخرها، احنا بقالنا مع حضراتكم بالظبط 10 12 دقيقة. ال 10 12 دقيقة دول عملنا فيهم الرقاق من البداية للنهاية.